اختنا اسماء، ربنا يصلحنا واياها يا رب العالمين، يعني ماشيه في طريق الهدايه، ربنا يتقبل، وتفكر الان في الانتقاء في النقاب، ولعلها تقول يعني انها ابتعدت عن امور كثيره، فكيف يعني تتزود من الطاعات شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها ويثبت مسيلاتها يا رب بإذن الله رب العالمين. أقول للأخت يعني نصيحة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. فنقول أنت أخذت خطوة وخطوات وتحجبت، فلا تتعجلي الآن بارتداء النقاب، وأنت يعني ترى الخطوة دي أخذتيها من شهرين، وإنما تمهلي وتعلمي دينك، واعرفي ما المطلوب من المرأة في الإسلام، واربطي نفسك دائما بالعلم والعلماء. فإن الإنسان ولو كان في القمة في التدين ويظل هكذا بلا علم وبلا طلب علم وبلا استماع علم، فإنه سينزل على رقبته. فنقول طبعا الفضل لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، تستعين بالله سبحانه وتعالى أن يثبتها، وتربط نفسها بالعلم، صحبة الصالحة، تذهب إلى المساجد التي فيها أخوات أو مشايخ دعاء يعطون حلقات علم، تربط نفسها بهؤلاء وبالصحبة الصالحة، فإذا ما تأكدت أن الأمر قد استقر في قلبها تنتقل إلى النقاب بإذن الله رب العالمين. أسأل الله القبول والثبات لنا ولها وللمسلمين جميعا. جزاكم الله خيرا دكتور.